ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو مختلف، ما عملتوش قبل كده، بس حسيت ان انا عايزة اعمله ومتحمسة ليه جدا. وهو ايه؟ هو ان انا هنزل اتسوق واشتري مشتريات من وكالة البلح، ايوة، اللي هي في وسط البلد، اللي هي عند ابو العلا. تمام، بول ابو العلا، ماشي. في اماكن كتيرة بتبيع لبس البالة درجات اولى وتانية وتالتة، في بورسعيد وفي اسكندرية وفي القاهرة، بس انا اقرب حاجة ليا دلوقتي هي القاهرة، ماشي. ايه اللي خلاني اعمل الفيديو ده؟ اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان انا من خلال شهر كده كنت بقلب على اليوتيوب عادي، لقيت قدامي فيديوهات بتاعت ناس اجانب في امريكا وباريس يعني بلد كتير، والناس يابانيين، بس مش عارفه هم في انهي بلد بصراحه، ما ركزتش معاهم. المهم انا كنت مركزه هم بيشتروا ايه او بيعملوا ايه. لقيت ان هم الفيديوهات بتاعتهم اسمها ثريفنج. ايه الثريفنج ده؟ ان هم بيشتروا لبس زي الباله كده او استوكات، ويبقوا فرحانين بيها جدا، وبصراحه بيطقموها، بتبقى شكلها عسول قوي. فاتحمست وقلت ليه انا ما اعملش كده كمان، وانزل واتجول معاكم واوريكم احنا بنشتري ازاي وبنشتري ليه وبنشتري منين. تمام، وكمان هوريكم الاسعار، وهحاول اجيب ارخص الاسعار، يعني إيه، ستاندات 35 25 15 50، يعني اكتر حاجة ممكن اشتريها ب 60 جنيه، علشان احس ان انا عملت حاجة مختلفة ومش زي ما بنزل في اي محلات. عملت سيرش على الوكالة في مصر، ما لقيتش فيديوهات كتير، لقيت بس مش كتير. ولقيت كمان ان الناس بتقعد تقول الوكالة دي الناس الفقيرة اللي بتنزل، بس الناس اللي معهاش فلوس، فيها حاجات وحشة فيها حاجات حلوة، مش عارف ايه الكلام ده كله غلط. وبالدليل ان انا هنزل وهلف معاكو وهنشوف الوكالة دي عبارة عن ايه، وازاي بنشتري، وازاي بننقي من الستاند. كمان انا ليه عملت الفيديو ده كمان؟ علشان قلت حاجة مختلفة، احنا لازم يبقى عندنا حب المغامرة في حاجات كتير، وحب التجربة، وازاي نبقى عندنا خبرة في ان احنا ممكن ننقي لبسنا من ارخص حاجة وفي احسن حاجة. انا عادي جدا ممكن انزل اشتري بنطلون من بريشكا او بولاند بير او اتش اند ام من المحل، وانزل اجيب اطقم عليه قميص او بلوفر من الوكالة. عادي جدا ان احنا ممكن نعمل كده، عادي خالص. تمام، فانت تحاولي تعملي كده، تحاولي ان انت تنزلي الوكالة تطقمي على اي حاجة، تجيبي طقم كامل منه، هتحسي ان في قطع مختلفة، في حاجات فيها قيمة جامدة، في حاجات حلوة، في كل الستايلات وكل الترند، يعني في حاجات موضة كتيرة بتنزل في الوكالة، في كل حاجة. فاحنا هننزل نكتشف مع بعض، وهوريكو واحدة واحدة كل حاجة. ممكن تنزلي لوحدك، ممكن تنزلي مع اصحابك، تبقى بتتشجعي. بس بقى ايه، انا هقول لكم تعملوا ايه قبل ما تنزلوا. اولا تلبسوا الكوتش المريح، وتلبسوا تيشرت وبنطلون، عشان لو عايزين تقيسوا اي حاجه في الشارع تبقى سهله ان انت تلبسوها. وفي محلات كمان لو انت عايزه تقيسي فيها تبقى الدنيا سهله معاكي، عشان ما تاخديش وقت. دي اول نقطه. تاني نقطه، لازم يكون معاكي شنطه كبيره علشان تحطي فيها مشترياتك. تالت نقطه، ان انت يبقى معاكي البيبسي بتاعك، او معاكي الحاجه الساقعه عموما، والميه، علشان لما تيجي تلفي يبقى تبقى انت عندك طاقه كده، وعندك حاجه مصريه بتعمليها في الشارع وانت بتلفي. رابع حاجه، يبقى عندك طولة بال. ايوه، يبقى عندك طولة بال علشان تلف، عشان ما تفقديش الامل من اول ستاند. تمام، فانا يلا بينا ننزل مع بعض، انا هجهز نفسي دلوقتي وهننزل، وهوريكم الفيديو، هعمله، هحاول اعمله، اعمل ليه ايديت بسرعه علشان ينزل لكم بسرعه، عشان لما انزل الحاجات اللي انا هشتريها ان شاء الله تبقى موجوده على الاستندات، ما تبقاش الدنيا اتغيرت. تمام، احنا دلوقتي في شهر 10 داخلين على 11، فاعتقد ان الاستندات هتبقى ما بين الصيفي وما بين الشتوي، يعني تصفيات الصيفي وبدايه الشتوي. تمام، يلا بينا نبدأ الجولة دلوقتي، هجهز نفسي بس وهنزل وهوريكو الرحلة من أولها. ويلا باي باي دلوقتي. أنا دلوقتي رايحة أركب. تمام، بصوا دي شكل الوكالة من فوق، ماشي. دي بناطيل، بناطيل بدل، البنطلون ده حلو قوي، بس مش عارف يجي مقاسه ولا لا. ده كبير قوي بقى.
ده رجال، حاجات رجال فيها معطيات بنتهم كتير جدا. ده بقى الاستنداد اللي في الشارع. فماما انا وريتكم المحلات، اعتقد ان بيبقى كله نفس الحاجة يعني. تمام اهو، ده كل شيء بقى صغير اهو. شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. انا بدور على هيكول يعني، انا عايزه هيكول اصلا، بدور عليه. فقلت ايه ننزل مع بعض ايه. آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. انا لسه ما لقيتش الحاجات اللي في دماغي، بس هنلاقي يعني ان شاء الله. الستاند ده مكتوب عليه 75 جنيه، بس حاسه ان الحاجات غاليه يعني، مش الاسعار مش رخيص. بس هنقعد نلف بقى لحد ما الاقي السعر المناسب كده. ده ستاند 35 بس مسدود كلها صغيرة، مش عارفة في ايه. انت لقيت ايه بقى؟ ده حلو اوي، بس صغير. ده برضه حلو بس صغير. الجاكيت ده حلو بس صغير. لا ايه ده، هيكون طويل رمادي شكله حلو قوي. ممكن اخده ده في فتحتين، شكله جميل بصراحة. ممكن البس عليه جاكيت جينز طويل وبنطلون ضيق وشكله على السوق. حلو بس في قطعة. هندور مع بعض ان شاء الله هنلاقي. ده هيكون بس صغير بس في برونز. مش هدفع فلوس ده وهرجع. ده ستاند تاني برضه 35، ربط كل حاجة بس انا مبينة. اوف وقعت على الارض. ده عاجبني بس قصير، بس هو حلو. 35 جنيه، سعره كده حلو قوي. لونه حلو بس حاسه شكله مش عاجبني قوي. ده زي كروشيه كده حلو بس حاسه صغير. هو المفروض يكون ستايله واسع طبعا. بتبقى انت ايه فاهمه المقاس شويه. ماشي دلوقتي انا هخش البقاله ذات نفسها اللي انا وريتها لكم اهي. يلا بقى مع بعض. هنا نازله عشان ادور على الموضه في الوكاله يعني. انا بدور على الوان كافيه وبني وبدور، بس لو لقيت اي حاجة عجباني مش اللون ده يعني مثلا ايه هشتريه. كده في المقاسات حلوة قوي. لونه بيبي بلو، 35 جنيه اهو. ماركة مش عارفة ماركة ايه بس هو حلو.
مش عارفه بقى اخده ولا ايه. طيب نشوف غيره. ده عجبني قوي بس حاسه صغير. سواء عجبني بجد مش عارفه ايه سواء عجبني. في كمان صغير يعني هو المفروض يكون موبايل واسع حتى يطلع صغير عليا. طيب ده ستاند 35 ماشي ماشي. ده بنطلون اي بنطلون ب25 جنيه. صافي حاجات بايظة كتير فيه. غير تكوني نازلة فاضية مش وراكي حاجة عشان هتلف كتير. لازم تكون عندك طولة بال طولة بال ماشي ومعاك الكنزاية بتاعتك اهي. انا قلتلكم في الفيديو ان انا لازم يكون معايا الكنزاية بتاعتي اهي عشان. ورجعتلكوا تاني وانا امبارح نزلت الوكالة وجبت قطع لبس قلت اشاركها معاكم علشان تعرفوا نوعية اللبس اللي في الوكالة ايه. في ثلاث درجات، درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة تمام. فانت شوفي انت محتاجة تشتري ايه. بس انا ما حبيتش اقول اسامي محلات او مناطق معينة علشان يعني ايه حب المغامرة فيها علشان تلفي براحتك وتلفي بمزاجك وتعرفي الحلو من الوحش يعني تاخدي الخبرة. انا عايزاكي تاخدي الخبرة بتاعت الوكالة تمام، لان الوكالة دي عايزة ناس بتبقى فاهمة هي بتروح فين علشان ما بتجيب حاجة سعرها حلو تبقى حاسة ان هي كسبت حاجة تمام. فيلا بينا نبدأ وهوريكو انا جبت ايه. طيب دي معايا اول بلوزة بصوا لونها احمر طبعا انا بحب الاحمر قوي وطلعت مقاسي يعني هي مقاسها مظبوط خالص اهو اهي هي دي كده زي ما انتوا شايفين شكلها جميل ما فيهاش اي حاجة فيها بس البقعة دي كده كده هتتغسل. بنغسل طبعا الهدوم بمطهر ونشوف القماشة هتستحمل الغسالة ولا مش هتستحمل الغسالة. لو مش هتستحمل الغسالة وهتحس ان هي هتبوظ فانت تغسليها على ايديكي تمام. دي اول قطعة معايا لونها احمر من ماركة اسوس خلاص. دي مقاسها 10 UK وده انا مقاسي 10 اصلا تمام. طب افرض انت ما تعرفيش مقاسك افرض انت ما تعرفيش مقاسك هتعملي ايه؟ هتقيسي اي تيشيرت عندك يكون مقاسك وبالمزورة وتقيسي وتنزلي بالمزورة دي في الوكالة مثلا او اي محل مش ينفع تقيسي فيه عشان طبعا في ستاندات في الشارع فاكيد مش هتعرفي تقيسي. فعشان ما تجيبيش حاجة تطلع صغيرة او كبيرة فهتقيسي بالمزورة المقاس انت مثلا عجبك قطعة معينة هتقيسيها عجبتك يبقى تقيسيها. لو هي نفس المقاس اللي في التيشيرت اللي في البيت فهيبقى مقاسك تمام. لو انت الكلام ده لو انت ما تعرفيش المقاس اللي على التيكت لو ما عارفه المقاس اللي على التيكت فده هيسهل لك قوي. ده بقى حاجه كده تحفه مش تحفه يعني الكلمه دي حاجه دي يعني حاجه حلوه قوي. ده جينز على شيفون اهو شيفون طبعا انا لابسه تحتيه حاجه عشان انا محجبه والباقي جينز عجبني حسيت ان هو شكله يعني حلو. لو لبسته مثلا على بنطلون جينز ومثلا جاكيت او جيليه كات فهيبقى شكله عسول قوي تمام. يعني هو ايه شكله مختلف والنجوم دي برضو عجبتني قوي. ده كان ريد تاج ماشي وده مقاس 16 بس جاي مقاسي برضو. طبعا كل ماركه وليها مقاساتها يعني ايه القطعه الاولى كانت 10 وجايه مقاس ده برضو جاي مقاس ماركه اسمها تيوب مقاس 20
ده بقى ما فيهوش غلطه خالص وجميل قوي. والفتحتين اللي هما اللي انا وريتهم لك اللي انا وريته لكم ده عجبتني قوي فعجبني جدا وحلو قوي في اللبس. انا قسته وهتشوفوه حلو قوي حلو قوي بجد يعني على اي حاجه هتتلبس. لو انت مش محجبه انت ممكن تلبسي حاجه زي دي عادي ومنتشره جدا في الوكاله يعني منتشره قوي في الوكاله يعني فاهمه. انت اللي تنزلي هتلاقي كل انواع اللبس بس انا بجيب الستايلات اللي هتنفع معايا. بس في ستايلات حلوه قوي تاني حلوه نخش بقى على القطعه ان انا لما شفتها قلت لازم اجيبها. بص البروفر ده مش هتصدقوا بكام. بص البروفر عامل ازاي ناعم ناعم وجميل ناعم وجميل قوي والحمد لله طلع مقاسي هو جاي على اوفر سايز شويه. القماشه دي طبعا انتوا عارفينها هي اصلا طالعه موضه وترند انا شفته في ترين نوفا ماشي. بصوا جميل قوي بصراحه يعني انا طيب. هي الكاميرا فصلت وشحنتها فيلا نرجع للمضمون مرة تاني. انا كنت بقول اخر حاجة على البلوفر الجميل ده بقول ان هو قماشته ناعمة وحلوة قوي ولما لبسته حسيت براحة فظيعة. هتلاقي منه كتير لو انت لفيتها هتلاقي تمام عشان ما تفتكرش ان هي قطعة واحدة وخلصت. لا هتلاقي وهتلفي هتلاقي حاجات كتيرة قوي حلوة ووحشة هتلاقي كل حاجة تمام وجميع المقاسات. انا كنت كده خلصت الفيديو بتاعي ولسه في جزئين تانيين فتابعوا الفيديو الجاي علشان تشوفوا بقيه المشتريات وبقيه اللف اللي انا هلفه وهجيب حاجات جديده وهوريها لكم برده. ويارب يكون عجبك الفيديو. ولو انت لسه مشتركه جديده او لسه اول مره تشوفيني اشتركي في القناه واعملي سبسكرايب لو عايزه تتابعي الفيديوهات بتاعتي. ويلا هنرجع لكم تاني. يلا باي باي.